بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد اللقاء أعزائنا الأفاضل من خلال قناتكم، هذه قناة مختلف الأعمار ومختلف المستويات التعليمية، وقناة كل باحث عن المعرفة. ولا ننسى أن نشكركم متسبعين الكرام على دعمكم، فبفضل الله وبفضلكم أصبحت قناتكم هذه تعرف تطورا ملموسا، مما يشجعنا على البحث المستمر والدقيق حتى نقدم محتوى يفيد كل باحث عن المحتويات الهادفة، وحتى نكون عند مستوى تطلعاتكم. فالمرجو مشكورين المزيد من التشجيع، وذلك بالضغط على زر لايك وزر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، ومشاركة فيديوهاتنا حتى تعم الاستفادة. في الفيديو السابق والذي ينضوي في إطار الدورة التكوينية لبروغراماسيون إكسل فيبيا، رأينا كيفية ترحيل البيانات إلى ورقة إكسل واحدة. في هذا الدرس سوف نرى ترحيل البيانات إلى عدة أوراق إكسل، حيث كل ورقة تخص قسم معين أو سيكسيون معينة. إذن لمن فاته مشاهدة الدرس السابق، المرجو مشاهدته حتى يسهل عليه استيعاب هذا الدرس. سوف نستعمل اليوزر فورم الخاص بالدرس السابق اختصارا للوقت، ديفلوبر فيزيول بازيك، وهذا هو اليوزر فورم الذي عملناه في الدرس السابق، قد رأينا كيفية تنسيقه، يمكنكم الرجوع لمشاهدته. هنا في ورقة الإكسل الأولى نجد في العمود بي للسيكسيون التي لدينا من 1 إلى 5، ونريد عمل بوتون لفتح الفورم. نعمل انسيري ثم إلستراسيون ثم فورم، نختار مثلا هذا الشكل، نضغط بالزر الأيمن للفأرة موديفي لو تكست، ونكتب افيشي فورم. هنا في اكوي نختار غران، ثم نختار مثلا 28، ثم سنتري فيرتيكالمون اي سنتري هوريزونتالمون. نرجع لليديتور دو كوموند ديفلوبور فيزيوال بازيك، نضغط على ديس ورك بوك ونكتب سوب افيشي عنوان لا بروسيدور، ونكتب يوزر فورم، نضغط على كنترول اسباس تظهر هذه القائمه، نختار يوزر فورم 1 ثم بوان ثم شو. يعني بمجرد الضغط على الزر في الورقه 1 ينبثق الفورم، ثم انريجستري، نذهب الى ورقه 1 نضغط على الفورم بالزر الايمن للفاره افيكت اون ماكرو، نختار الماكرو ثم اوكي، نضغط على افيشي فورم وهو الفورم يظهر لكنه غير فعال، لأجل ذلك وجب وضع أكواد. نبدأ أولا بملء الكومبو بوكس، هنا سيكسيون فيرمي، نعود لأكواد. إذا نقوم بتهيئة لا سيكسيون أو الكومبو بوكس، سيتادير لينيسياليزي، نضغط ضغطتين على الفورم تنبثق هذه النافذة. هنا في أعلى اليمين في هذه القائمة نختار انيسياليز، ها هي، نحذف هذا البروسيدور ونكتب نعرف ديم ال اف لاست رو او ديرنيير لين از لانج، ثم نكتب صيغه ال ار ايتيغال في 1 لان القائمه توجد في الورقه 1 بوان رينج بي، قوائم توجد في العمود بي، إذن بي مثلا 2000 أو أكبر رقم ممكن في العمود بي، نغلق القوس بوان أند، نفتح القوس نختار إكس إل أب ثم بوان رو، يعني نأتي إلى أسفل أو أقصى أسفل العمود بي مثلا 2000 أو أكثر، ثم نصعد إلى فوق في العمود بي بواسطة الدالة end x l up حتى نجد صف به معلومات. نرجع إلى السطر me.combobox1.list est égal feuille 1 دائما .range بي 3، لأن أول معلومة في العمود بي توجد في الصف 3، دو بوان ثم بي اسباس ان ثم ال ار لاست رو، نغلق القوس ثم بوان فاليو
ثم اند سوب انريجستري اكزيكوتي ونرى الكومبو بوكس هل مليء بالفعل مليئة بمحتوى العمود بي في الورقة من 1 إلى 5 وهذا جيد. الآن نمر لبرمجة الزر فيرمي هنا نغلق نضغط على بوتون فيرمي ضغطتين ونكتب نعرف متغير ديم أنس أز فيفي ميساج بوكس ريزولت وقد رأينا كل هذا في درس علبة الرسائل أو الميساج بوكس يمكنكم الرجوع لمشاهدته لاستيعاب هذا الدرس أو هذه الكتابة صيغة أنس إتيغال ميساج بوكس محتوى الرسالة هو فولي فو فيرمي. نمر للعنصر الثاني وهو في بي يس نو بلس نفس العنصر في بي ديفولت نختار ديفولت بوتون تو اي زر نو نفس العنصر بلس في بي كويشن مثلا هنا بوان دانتيغوغاسيون. نمر للعنصر الثالث اذا نضع فيغول وهو العنوان كونفيرمي نغلق القوس نرجع الى السطر ونكتب الداله الشرطيه اف اف ماذا اذا كانت انس ايتيغال في بي يس يعني اذا ضغطنا على الزر يس ماذا يعمل ذين انلود مي يعني يخفي الفورم ايلز اذا ضغطنا على الزر نو ماذا يعمل يترك الفورم لا يغلقه لود مي ثم اند اف ضروري كل هذا رأينا في دروس سابقة ثم اند سوب انريجستري ثم اكزيكوتي يظهر فورم نضغط مثلا على فيرمي تظهر رسالة فوليفو فيرمي هنا عنوان علبة الرسائل كونفيرمي هنا في بي كواشتن هنا محتوى الرسالة وهنا الزر نو هو ديفولت بار ديفو نضغط على نو لا يغلق نضغط على وي يغلق الفورم إذن حصلنا على نتائج جيدة إذن نمر لبرمجة الزر أجوتي وقبل ذلك نعمل أوراق بعدد لسيكسيون الموجودة عندنا في القائمة الورقة الأولى هي سيكسيون أ الثانية كوبيي رنومي سيكسيون 2 ثم سيكسيون 3 كوبيي رنومي كولي سيكسيون 4 كوبيي رنومي كولي والورقة الأخيرة سيكسيون 5 كوبيي ثم رنومي ثم كولي نعطيها ألوان معينة مثلا هنا كولور فير هنا كليك دروا كولور دونجلي مثلا روج هنا كليك دروا كولور دونجلي بلو هنا كليك دروا كولور دونجلي موف كليك دروا كولور دونجلي جون واخيرا كليك دروا كولور دونجلي مثلا هذا اللون. الآن هنا في الورقة سيكسيون 1 نريد نسخ هذا الصف في جميع الأوراق الأخرى وتبقى كملاحظة كما قلنا في الدرس السابق يجب أن يكون أدوات اليوزر فورم مرتبة بالتتابع في كل هذه الجداول يعني لتكست بوكس من نوع واحد تكون متتابعة ثم نوع آخر مثلا الكومبو بوكس ثم نوع آخر مثلا الأوبشن بوتون وكل هذا لنستعمل أو لنتمكن من استعمال حلقة تكرار لبوكل. وتبقى ملاحظة ثانية وهي جد مهمة كذلك هي عند عمل كوبي لصف هذا العناوين الذي أمامكم من الورقة سيكسيون 1 ولصقها في الأوراق الأخرى الخاصة بالسيكسيون يجب أن تبتدئ من نفس الخلية هنا في هذا المثال B2 إذن
نضغط هنا ثم كوبي ونختار الأوراق الأخرى، مثلا نضغط على سيكسيون 2 ونضغط على شيفت ونضغط على آخر سيكسيون. بعد اختيارها كلها نأتي إلى هنا ونعمل كولي، وهو نسخة في الورقة. نرى هنا سيكسيون 2، سيكسيون 3، سيكسيون 4، سيكسيون 5، نسخ الصف في جميع الأوراق وابتداء من الخلية بإثنان كما هي في سيكسيون 1. وكما تلاحظون الصف في جميع الأوراق يبتدئ من بإثنان إلى كإثنان. نبدأ ببرمجة الزر أجوتي، نذهب لفيزيول بازيك ثم نضغط ضغطتين على أجوتي، وهنا نكتب نعرف مصغيرا ديم ال ار فيرغول اي از لانج، ثم نعرف متغير اخر ديم ان اس اش تساوي او از سترينج. ان اس اش تمثل اسم الورقه التي سوف تحمل الاسم الموجود في قائمه كومبو بوكس او لسيكسيون، ولسيكسيون هي من نوع سترينج توجد داخل الكومبو بوكس. ثم نعرف ديم TRSH trans sheet as worksheet. trans sheet أو TRSH تمثل الورقة التي سوف يتم فيها إفراغ البيانات سيكسيون 1، سيكسيون 2، سيكسيون 3 كما سميناهما. نرجع إلى السطر ونعرف NSH تساوي combo box 1 value، يعني اسم الورقة هو محتوى الكومبو بوكس 1. ثم set نضع TRSH إتيغال this workbook، نضغط على Ctrl Space ونختار this workbook point sheet بين قوسين NSH. TRSH كما قلت هو trans sheet أوراق تفريغ. ثم نعرف LR last row la dernière ligne est égale TRSH point range B2000 point end XL up point row. وآخر صف به بيانات في أوراق الإفراغ TRSH، وكلها الأوراق تبدأ من العمود B2. وقد فسرت معنى هذه الكتابة في دروس سابقة، يعني نأتي إلى أقصى أسفل العمود B من جميع الأوراق TRSH مثلا 2000 أو أكثر، ثم نصعد إلى غاية أن نجد أول صف به معلومات وذلك بواسطة دالة AND XL UP. نرجع إلى السطر ونكتب La boucle for for I est égal à 1 to 8، لأن لدينا 8 أدوات من نوع تكست بوكس، وكما قلت لا بد في البداية أن يكون ترتيبهم في الجدول بالتتابع. كل أنواع من الأدوات تكون متتابعة لكي نستعمل على بوكل أو حلقة تكرار. ثم next وبينها نكتب TRSH point sales LR plus 1 virgule i plus 1 point value est égal. LR كما قلت هو آخر صف به معلومات في أوراق الإفراغ TRSH، ونحن نريد الصف الذي تحته مباشرة، لذلك عملنا LR plus 1 في الإحداث الأولى للسيلز، وكتبنا E plus 1 لأن التكست بوكس تبتدئ من 1 إلى 8، بينما ترتيب الأعمدة في كل أوراق هنا الجدول تبتدئ من العمود B، والعمود B ترتيبه في ترتيب أعمدة الأوراق Excel هو 2، إذن لابد أن نضيف 1 هنا تساوي Controls text box space and space e، نغلق القوس ثم point value. هذا فيما يخص للtext box. نمر للcombo box تحت next، نكتب copy هذه كولي هنا، هنا نكتب 10
إتيغال. كسبنا 10 في الإحداثية الأولى للسيلز هنا كما ترون، لأن عمود الجدول الذي يوجد به معلومات الكومبو بوكس هو العمود جي السيكسيون كما ترون هنا، والعمود جي رقم ترتيبه في عمدة ورقة الإكسل هو 10 تساوي كومبو بوكس 1.value. هذا فيما يخص الكومبو بوكس. الآن نمر ل option button، كذلك كولي، وهنا نكتب 11 نفس الشيء ونفس التعليل. كتبنا 11 لأن محتوى الأوبشن بوتون يوجد في العمود ك هنا، عمود للسكس، وك ترتيبه في ترتيب أعمدة ورقة الإكسل هو 11 تساوي. هنا نستعمل الدالة if، if كما تلاحظون هنا دو زي أوبشن بوتون، نضغط على كنترول إسباس ونختار أوبشن بوتون 1 إيتيغال ترو فيرغول. إذا كانت ترو يعطينا مال أو ماسكولين. ثم إيف أفيك دوزي كما ترون هنا أوبشن بوتون كنترول إسباس تظهر هذه القائمة، نختار أوبشن بوتون 2 إيتيغال ترو فيرغول. إذا كانت أوبشن بوتون 2 تساوي ترو نكتب يعطينا فميل أو فيمينا فيرغول ثم فراغ. نغلق إف الأولى ثم إف الثانية ونرجع إلى السطر، يعطينا ميساج بوكس دوني ترانسفيري، يعني إذا رحلت المعلومات يعطينا رسالة بأن هناك تمت العملية بنجاح. انغوجستري، وقبل أن ننفذ